السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأرجو الاشتراك في القناة. أبو جبل يلتزم الصمت بعد انفصاله عن الأميرة سمارة يحيى. التزم محمد أبو جبل الصمت في موقف غريب أثار دهشة الجميع، ولم يعلق بأي كلام بعد أن أعلنت الأميرة سمارة يحيى انفصالها عنه. وكان أبو جبل ضيفا على الإعلامية ياسمين عز أمس في برنامج كلام الناس، وكان يضحك ويغني مع ياسمين عز في البرنامج، وكأن لا يوجد أي شيء في موقف عجيب من محمد أبو جبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.